إيه الاسم حسن بن هري، سائق ديال الطاكسي. الواقعه هي انه حنا عندنا واحد لابليكاسيون ديال طاكسي فير بلس، صونات عندي واحد لاكورس تقريبا في الوحده قل 5 دقائق تقريبا، فيها اوتيل تازي. خديت لاكورس مشيت ليها، كنت انا في عرس الملاك، صونات عليا في عرس الملاك. خديت لاكورس مشيت لاوتيل تازي، وانا غادي تتصل بيا الاخت اللي ستوندارست في طاكسي فير بلس، قالت لي يا سي حسن خديتي هاد لاكورس؟ قلت لها هي انا اللي خديتها. قالت لي عافاك هاد الكليان راه تيوصي ما تهضر معاه، ما تقول ليه، ما دير ليه كونتور وديه فين بغا. قلت لها ما ندويو معاه، خاصنا هضره ما والو. على اين مشيت وصلت تازي، لقيت الزبون تيتسنى، شافني جا عندي قال لي انت اللي صيفطو. قلت لي انا اللي صيفطوني. ركب، كي ركب قال لي دور نوعد الخط متصل لي حدا التازي. قلت لي لا ما يمكنش ندور من هنا، نجيبو الدوره من حدا القنصليه ديال فرنسا، فين كانت القنصليه ديال فرنسا، لان انا راه خط متصل ممنوع. قال لي لا يدور، وانا اي مخالفه نخلصها انا. على اين جبنا الدوره مشينا لحد الان انا ما عرفتوش علاش تيقلب. كي درنا البلاصه فين تيكونوا الطاكسيات في عرس المعاش، بان ليه واحد الدري صغير، هو يقول لي سير سير تبع هذاك. مشيت تبعت الدري، بان ليه الدري هربان، تيعيط ليه جواد جواد، وهرب الدري. ملي هرب ليه تخبى، قال لي صافي يدور. عاودنا درنا بينا نعاودو نرجعو لجهة اوتيل التازي، ويعاود ويقول لي لا يدير دوميتور عاود رجع، وانا نعاود درت دوميتور وانا نرجع. في هذيك الوقيته شكيت فيه، وانا نقول له اش تيجيك هاد الدري، ويقول لي ولد خويا. واه ولد خويا، هو من بعد تنعرف بانه عراقي لان اللهجه ديالته مغيره، عنده جنسيه سويديه. شكيت، عاودنا رجعنا فين كان الدري، نزل هاد الوقيته من الطاكسي، بدا تيعيط جواد جواد، اجي خد عمك للمستشفى، اجي خدني انا مريض خدني للمستشفى. خرج الدري من ورا واحد الشجره تقريبا فين تيكون المقر ديال المقدم اللي حدا الطاكسيات تاع عرس المعاش. خرج هذاك الدري بان ليا جاي بشويه بحال مخلوع. على اين ملي جا حل ليه الباب اللوراني، طلع الزبون في اللور، ويطلع هذاك الدري الصغير عندي 7 سنين 8 سنين. قلت له فين نمشيو، ويقول لي صافي يدور وانا غادي نقول لك فين. ويعاود يدورني من الخط متصل، لان جاي من جهه التاكسيات ديال عرس المعاش نازل، خاصني ندور لجهه الكوميساريه ديال عرس المعاش، لان تما كاينه المداره باش ندور، ونتم جاي لجهه اوتيل التازي. هو يبدا تيقول لي لا دور من هنا، ما نوصلش المداره، استدير من الخط المتصل. قلت لي لا ما يمكنش. فهذيك الوقيته انا شكيت فيه، انا ما باقي وقفت فيه، وقفت به حتى لقدام الكاتريام. ملي وقفت به قدام الكاتريام قدام الدائره الرابعه، هو يتطلق عليا بالسب والشتم، ما خلى فيا اللي نسى علاش جبتيني هنا. قلت لي انا علاقه مشبوهه بين هاد الدري، فين تعرفو انت تقول لي ولد خوك. عيطت لرجال الامن نزلوه، نزلنا كاملين. تما داروا لنا المحضر، ملي تسولوه اشنو بينك وبين هاد الدري، قال لهم لا يبان ليا بردان وجيعان وبغيت نعطيه ياكل، وتيقول لهم بغيت نديه لعند البوليس. مره تيقول لهم بغيت نديه لدارهم، بغيت نديه لعند البوليس. قال لي البوليس لا، قال لي ما تنعرف انا حتى واحد هنايا، داكشي علاش بغيت نديه انا للسونترال تكيليز. صافي داروا لنا محضر، تصنتوا الاقوال ديالي، تصنتوا الاقوال ديالو، عاودوا صيفطونا لولاية الأمن عند الشرطة القضائية، عاود عمقوا البحث، عاودوا كتبوا محضر، دلينا بنفس الأقوال اللي الواقعة الكونستا اللي وقعت فعلا ديال الأحداث اللي وقعت كاملة، داك الشيء اللي شفت أنا راه قلته، وخرجت في حالتي هذا الشيء اللي كاين. ومن طبيعة الحال بقينا بلا سحور من الوحدات حتى لدابا، حتى حاليا في هذا الوقت اللي تنسجلوا فيه هذا الاستجواب. علاش؟ لان اولا سائق تاكسي من طبيعه الحال راه ان بيرمي دو كونفيونس، راه خاصو يكون ثقه، خاصو اي حاجه لاحظها ماشي هي هذيك خاصو ينتبه ليها.
لذلك انا ملي بان لي هذاك الدري راه هذاك الدري بحال ولدي من طبيعه الحال، بحال ولادنا كاملين الدراري الصغار، وتنعرفوا واش تيوقع في جامع الفناء وفي المدن السياحيه من طبيعه الحال من بحال هاد الناس هادو، وما يمكن ليش انا نسكت. علاش؟ لان هذه غيره على ولاد الناس بحالهم بحال ولادنا. ما يمكنش ترضى لشي واحد هاد الشبهات هذه. لذلك انا تصرفت هذا التصرف هذا، وبان لي دري متشرد، دري متشرد وعنده واحد الضريبه صغيره تحت عينيه، المهم موسخ، باين بانه يا يعني اما خارج من دارهم يا يعني اما هربان يا يعني اما، المهم باين بانه والو حدات الليل. اش تيدير الدري عنده 7 سنين حدا وديل التازي ولا في عرس المعاش؟ دا هو.